وايد ممنونين للعمل اللي قاموا فيه الاخوان في اس تي سي، تعاوننا معاهم في المجلس الاعلى للبيئه من بدايه اول يوم للمبادره هذه. كانت الفكره تتكون شلون نقدر نشمل القطاع الخاص في مشروع الخطه الوطنيه للتشجير. تم عن طريق اس تي سي. اس تي سي تتواصل مع الكثير من الشركات، خصوصا الشركات اللي تتعامل فيها، لتخصيص كميه معينه من الاشجار بتبرعات من هذه الشركات لموظفيها، وبذلك موظفيها بيقومون بزراعة الأشجار هذه في بيوتهم. كان الهدف الأساسي مع زيادة كثافة التشجير هي حرص الموظفين اللي هم أصلاً مواطنين أو مقيمين لزراعة أكبر كمية من الأشجار في مملكة البحرين. مبادرات اس تي سي، شركة اس تي سي اليوم مبادرة هامة ولا شك أن تصب في زيادة الرقعة الخضراء وزيادة عدد الأشجار. مبادرة وطنية للتشجير مثل ما أنتم عارفين، وهي زيادة أعداد التشجير أو عدد الأشجار من 1.8 إلى 3.6 بحلول 2035. إحنا نهدف حقيقة في من هذه المبادرة والشراكة مع القطاع الخاص ليس فقط أن نزيد عدد الأشجار، ولكن زيارة الرقعة الخضراء ما لها أثر بيئي كبير. اليوم اس تي سي تترجم الشراكة المجتمعية في دعم أي مشاريع وطنية، واليوم إحنا عندنا المشروع تخضير البحرين وتشجير البحرين، فاليوم عندنا مشروع اس تي سي في 35,000 شجرة، يعني معناتها 35,000 حياة جديدة، وبالتالي هذه يضيف أيضا للبرنامج القطاع النباتي اللي يدعمه سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، وبالتالي للوصول إلى الاكتفاء من خلال البرنامج اللي هو لتغيير المناخي. Under the country's vision, 2030 vision, we are very pleased to participate with STC for trees, for life, to contribute to the kingdom. Thank you very much. حكومة البحرين قيادة رشيدة دائما تحب أن تساهم وتشارك على جميع المستويات، ومنها طبعا المستوى العالمي، وذلك طبعا من خلال الإعلان في مشاركة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بعام 2060. من خلال هذه المبادرة اس تي سي البحرين أخذت على عاتقها أنها تكون سباقة ومبادرة بالمشاركة، والحمد لله المشاركة هذه ما أتت وحيدة من اس تي سي البحرين، بالعكس تم فيها مشاركة من شركاء الاستراتيجيين سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام. اللي حابين نعلن عنه اليوم، الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 35,000 شجرة تم غرسها في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 25% من الهدف لحكومة البحرين خلال العام.